ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. التدريب بوضعيات تشابه اللعب المصغر اللي سميناه سمول سايد جيم، مثل هاي الفعالية بالربط، لأن أنا جاءني سؤال أكو متابعين دي يتابعون عن كيف يطور المدرب العربي ما يعرف بميثودولوجي أجنبي، يستنبط إضافات ويحقق ربح فني كبير بالنسبة لنفسه وبالنسبة للآخرين إذا أراد النشر، وبالتالي الثمار ستكون ناضجة للاعبين. فأنا مثلثين عندي وعندي لاعبين أطراف أجنحة يسموهم، سواء مدافعين أو أصليين، والمدرب يلعب الكرة إلى الأول لاعب، اللاعب الأول يلعب إلى الثاني، الثاني يلعب إلى رأس المثلث الثالث، ورأس المثلث يغير اتجاه من اليسار إلى اليمين، كرة قطرية إلى جناح اليمين. شوف جناح اليمين يهاجم الكرة، شوف حركة جناح اليمين 5، لكن كل حركة اللاعبين المهاجمين الثلاثة والمدافعين الثلاثة اللي انطلقوا من خط الهدف رقم 5، فيصير هجوم وركض سريع، هجوم ضاغط وتحت الضغط الكامل. فاللاعب رقم 7 عنده خيارين، أما يلعب بالمباشر إذا كانت هناك فرصة أحسن للتجديد من قبل زملائه، أو ماذا يفعل؟ ينطلق مع الكرة ويخترق باتجاه خط الهدف، سواء داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء، ويلعب كرة عكسية قاطعة على الأرض أو حتى لو عالية تشبه، فيكون هناك تدريب ممتاز لوضعية شبيهة بلعب مصغر داخل منطقة الجزاء، سواء 3-3، 4-4، 5-5، 6-6، ما في مشكلة. هذه كلها تقترب من المباريات الواقعية باعتبار أن هناك كثافة دفاعية، وأن هناك ما يعرف ربما في أحيان كثيرة تساوي عددي. فهذه هي من تمارين الربط اللي ممكن أن تكون أنت استنسختها من خلال الألعاب المصغرة بوضعية 3-3 داخل منطقة الجزاء. لكن ليس هنالك لعب، هنالك هجوم ضد دفاع على كرة عكسية أو كرة قاطعة. أكرر للمدربين العرب للشباب، هذه يسموها الكات باكس، يعني كرة قاطعة من خط الهدف، دربوها يمين يسار يمين يسار، أعطوا عدة محاولات عدة تكرار، والمدافعين إذا ربحوا الكرة يعيدوها لأحد المدربين بأسرع ما يمكن، عشان يكون لعب باتجاهين وبتحول. واللاعبين المهاجمين إذا المدافعين حصلوا الكرة تحت السيطرة، عليهم أن يتحولون المهاجمين الدائرة إلى دفاع، ويمنعون اللاعبين المدافعين من البناء أو لعب الكرة إلى المدرب. ودائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، كما إننا دائما ندعو الله مخلصين، والله أعلم علام الغيوب، سبحانه وتعالى أن ينصر المقاومة الفلسطينية وأن ينصر فلسطين أرضا وشعبا. هي أمنيات، لكن هناك صمت غريب لا يتوافق لا مع المبادئ ولا مع الإنسانية ولا مع الشريعة ولا مع أمة مسلميها مليار بالضبط أو أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.